من بين أهم النقاط في استراتيجيتنا هي ملف التحكيم الحساس للغاية، والأساس في نهجنا هو استقلالية التحكيم وحمايته من كل المحاولات والإغراءات التي سمحت لنا أحياناً بالتشكيك في مسابقاتنا. الاهتمام بصحة لاعب كرة القدم سيجد الاستجابة المناسبة من خلال إنشاء المركز الطبي لكرة القدم بسيدي موسى. أخيراً وليس آخراً، سنعمل على تأسيس دبلوماسية كرة قدم حقيقية، وستكون امتداداً طبيعياً ونتيجة للحكم الرشيد، وهو أحد الركائز الداعمة لاستراتيجيتنا بأكملها.